مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي الليله. النهارده اكيد حلقه هتكون مهمه جدا، فيها اخبار كتير بتخص النادي الاهلي، لكن في البدايه لازم وطبيعي جدا ان احنا نتكلم عن الفتره الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي وكل جمهوره العظيم. هي تعتبر من ضمن الفترات الصعبه ان لم تكن الاصعب على مدار تاريخ النادي الاهلي، وده بسبب ايه؟ بسبب النتائج الاخيره، سواء الخروج من بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي في الحقيقه او هو في الحقيقه كان خروج مؤلم شويه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، كمان الهزيمه الاخيره او امبارح امام فريق بيراميدز احد منافسي النادي الاهلي على بطوله الدوري هذا الموسم بنتيجه 1-0. لكن مهم ان احنا نتكلم بمنطقيه شويه ونتكلم بعقل شويه. بدايه كده، النادي الاهلي مش مكان للاعذار والمبررات اطلاقا خالص، ما فيش اي اعذار او مبررات نقدر نطلعها للجهاز الفني ونطلعها للاعبين واللي تؤدي الى هذه النتائج الاخيره. لكن طبعا زعل كل جمهور النادي الاهلي فوق راس كل مسؤول داخل القلعه الحمراء، سواء مسؤول داخل مجلس الاداره، مسؤول في الجهاز الفني، فوق راس كمان كل اللاعبين. ده شيء طبيعي ومفروغ منه وهام جدا. لكن الاهم بقى، هل ده وقت ان احنا نجلد نفسينا ونعاقب نفسينا في هذه الفتره الحساسه والمهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي؟ مش ده النادي الاهلي اطلاقا، مش دي طريقه النادي الاهلي، مش ده نهج النادي الاهلي. مش هنهدم المعبد كله. انت قطعت شوط كبير جدا جدا في بناء فريق بطوله، الشوط لسه ما خلصش، وفي خطوات وفي مراحل بيمشي من خلالها مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين. فده مشوار ومهم جدا ان هو يستكمل بالطريقة الأنسب وبالطريقة اللي تقدر تؤدي في النهاية ان النادي الأهلي يعود بالشكل اللي بينتظره كل عشاقه وجماهيره في جميع أنحاء العالم. طبعا زعل منطقي وزعل بديهي وشيء طبيعي جدا، لأن الجمهور نفسه في الحقيقة ما تعودش على هذه النتائج اطلاقا اطلاقا. ويمكن الزعل الاكبر ان السنه دي في منافسه قويه ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، مهم جدا ان انت تثبت نفسك في ظل تواجد هذه المنافسه. جايز يكون في اخطاء فنيه، جايز يكون في اخطاء اداريه، لكن المؤكد ان لو في الاخطاء دي المسؤولين في النادي الاهلي حاطين ايديهم على الاخطاء دي بشكل جيد جدا، وعارفين امكانيه علاجها وازاي هيعالجوها وازاي هيقدروا يتداركوها فيما بعد. ده شيء مهم وايضا مفروغ منه من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. لو في اخطاء سواء اداريا او فنيا، وده جايز ممكن يكون في اخطاء، طبيعي لازم هيكونوا عارفينها وحاطين ايديهم عليها وعارفين كمان الطريقه اللي هيعالجوا بيها هذه الاخطاء. لكن الدوري لسه في الملعب. لو بنتكلم بقى على الفريق الاول وبطوله الدوري العام، الدوري لسه في الملعب. هل ده وقت ان انا اقعد اقول امشي واجيب وودي وكلام من ده؟ ده مش وقت اطلاقا، ده انا كده بدي للمنافس البطوله بايدي. بقول له اتفضل انت بطل الدوري. ايا كان مين هو المنافس يعني. لو انا هتكلم ان احنا بقى لازم نمشي ونرشح ده لازم يجي وده لازم يجي ومش عارف ايه وكلام من ده، لا مش وقته خالص. احنا كده بنهدم الدنيا كلها والامال اللي عندنا، بعض الامال الموجوده سواء في بطوله الدوري ولسه الامال فيها كبيره جدا، لان انت لو حققت كل الانتصارات في المباريات اللي جايه بدون النظر لاي نتائج اخرى هتحقق بطوله الدوري، وكمان عندك بطوله كاس مصر اللي اتلعبت، فلسه عندك بعض البطولات اللي انت مش هتيأس فيهم وهتفضل تشتغل حتى النهاية. النادي الأهلي عمره ما رمى الفوطة يا جماعة. الأهلي في عز انكساراته وفي عز ما كانش عنده فريق زي حتى اللاعبين المتواجدين دلوقتي، وعلى فكرة اللاعبين مميزين جدا اللي عندنا، ممكن البعض يكون لسه محتاج مزيد من التطوير، ممكن أنت محتاج بعض الإضافات وده شيء مفروغ منه. حتى لو أنت عملت 7 صفقات في يناير، ده كان شوط، وقلت لحضراتكم دي كانت فترة من فترات بناء الفريق اللي بتاخد وقت كبير، واحنا شفنا تجربه قبل كده كلنا في 2001، النادي الاهلي من 2001 لحد 2004 ما خدش تقريبا غير ايه؟ دوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي واثنين كاس مصر، قعدت 4 سنين من غير دوري.
بس كان نتاج الاربع سنين اللي انت حققت فيهم بطولات قليله جدا، مش طموح النادي الاهلي، كان نتاجهم ايه بعد كده؟ ان انت حققت كل البطولات اللي شاركت فيها، وكنت تقريبا بتحقق الثلاثيه كل سنتين مثلا، وكان معاك جيل ذهبي كلنا بنتغنى بيه حتى الان يعني، وكان عندك مدير فني اكثر من رائع وكلنا بنتكلم عليه لحد دلوقتي. فبالتالي هي خطوات بياخدها مجلس اداره النادي الاهلي، ولازم تنافس لحد اخر ثانيه زي ما احنا متعودين من لعيبه النادي الاهلي، ولازم يبقى في مؤازره من جمهور الاهلي العظيم. مصلحه الاهلي مش في اني امشي حد او اجيب حد او اقعد حد ولا الكلام من ده خالص، مصلحه النادي الاهلي هي المؤازره من جماهيره في الوقت ده، في الوقت الحساس ده لازم تآزر فريقك، حتى لو النتائج جايه ورا بعضها بطريقه مفاجاه وبطريقه احنا ما كناش نتوقعها، لكن الطبيعي جدا دورك كفرد من جمهور النادي الاهلي انك تآزر النادي الاهلي وتفضل ورا الفريق لحد ما ان شاء الله باذن الله يقدر يحقق البطوله. هتقول لي عندنا جهاز فني يقدر يحقق البطوله؟ اه يقدر ونص. هتقول لي عندنا لاعبين يقدروا يحققوا بطوله الدوري في المنافسه دي؟ اقول لك اه يقدر ونص. ده شيء مفروغ منه وشيء واضح للناس كلهم. انت عندك جهاز فني جيد، ممكن بعض الفترات وبعض المباريات والنتائج في الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا. لكن بقول جيد لان احنا لازم نسنده، لازم نفضل وراه، لان انت ما ينفعش في نص موسم تقدر تغير او تجيب او تعمل، مش نص موسم ده، انت خلاص في اخر الموسم، اخر الموسم مراحل حاسمه في مشوار الفريق في البطوله، فانت كده بتسلم الدوري للمنافسين، فده شيء مهم جدا المسانده من كل جمهور الاهلي في هذا التوقيت. مش انا مثلا كمسؤول، لو حد مسؤول في النادي الاهلي اكيد بيتعرض لضغوط كبيره ويتعرض لمطالبات من بعض الجماهير بضروره بعض القرارات وكلام من ده. مش عشان ارضي الجمهور لازم احقق له اللي هو عايزه، لا، انا اشوف مصلحه الاهلي فين الاول واروح لها، وبعد كده في اخر الموسم نحط النقاط فوق الحروف. ده الطبيعي وده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي ومن مسؤوليه. فتره صعبه، فتره يعني كل جمهور النادي الاهلي اكيد متالم منها بشكل كبير جدا، لكن انت فقدت بطوله دوري ابطال افريقيا، بس انت لحد دلوقتي ما فقدتش بطوله الدوري، انت لسه عندك بطوله فرق ما بينك وما بين المتصدر نقطتين، واللي هو نادي الزمالك. بيراميدز لسه عندهم او لاعبين ماتشين زياده عن الاهلي والزمالك، فانت لسه الفرق نقطتين، لو كسبت المباريات الثمانيه اللي عندك بما فيه مباراه الزمالك الاخيره بطل الدوري، هتكسب الثمانيه تبقى بطل الدوري. طيب طالما انا عندي الامال دي ولسه الامور في الملعب ولسه الامور في ايدي، هل الهجوم ده وقته؟ ممكن اوصل رسائل بس، لكن في نفس الوقت لازم اازر الفريق وازر اللاعبين وارفع من المعنويات. ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي عشان ناخد النتائج اللي احنا عايزينها من المباريات. ده شيء مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وانا بخاطب هنا في الحقيقه جمهور النادي الاهلي، ومفيش خيار امامنا الان غير مسانده الجهاز الفني واللاعبين ومسانده مجلس الاداره. حتى لو جايز، وبعدها لحضراتكم تاني، جايز يكون في اخطاء اداريه وجايز يكون في اخطاء فنيه، بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انا افضل اهاجم وان انا ابوظ الدنيا كلها، يعني لازم افضل مآزر لاخر ثانيه. لما يخلص الموسم نتحاسب بقى، لما يخلص الموسم لو ما لقيناش النتائج اللي احنا عايزينها، هو في الحقيقه اهم حاجه احنا كنا عايزينها هي بطوله دوري ابطال افريقيا، للاسف ما قدرناش نفوز بيها، لكن دلوقتي لسه عندك الدوري، والدوري السنه دي هيبقى بمذاق خاص جدا جدا جدا، وكلنا عارفين ليه، وعارفين الحرب والتحالف على النادي الاهلي شكله عامل ازاي، وكلكم متابعين من بدايه الموسم. فدور جمهور النادي الاهلي والخيار الوحيد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو مسانده الفريق عشان نحقق طوله الدوري ونفضل ورا اللاعبين ونأزرهم بالشكل المناسب والقوي. وباذن الله باذن الله النادي الاهلي بجهازه الفني واللاعبين قادرين على تحقيق بطولة الدوري. تخلص البطولة وبعد كده نتكلم، بعد كده نحط النقط على الحروف
ونشوف الأنسب لمصلحة نادي الأهلي أولا ونعمله. ده شيء مهم جدا نبتدي بيه حلقة النهاردة، وفي النهاية أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مشواره في بطولة الدوري، ولسه عندنا كمان مباراة مهمة قوي 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 أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم إن شاء الله في استاد الجيش بالسويس. مباراة غاية في الصعوبة، مهم جدا إن أنت تفوز فيها، ومهم جدا إن أنت تفضل بتنافس لحد النهاية، وأنت خلاص أنت مش هتنظر لنتائج أي حد تاني، أنت هتنظر لنتائجك أنت بس، لأن البطولة في إيدك أنت. تكسب كل ثلاث نقط خلاص، لو فقدت نقطة الموضوع هيخرج بره إيدك، أنت مش ضامن نتائج الفرق التانية. من هنا جاي أهمية مباراة مصر، من هنا جاي أهمية المساندة من جمهور النادي الأهلي قبل هذه المباراة. الزعل على راس كل مسؤول في مجلس إدارة النادي الأهلي وفي الجهاز الفني واللاعبين. زعل جمهور النادي الأهلي ده طبعا حاجة صعبة جدا، وكلنا زعلانين وكلنا متضايقين بسبب النتائج دي. لكن أفضل ورا هدفي لحد النهاية، أفضل أحاول لحد النهاية، وخصوصا إن المحاولات كلها في إيدي والنتائج كلها في إيدي. فعلشان كده يا جماعة لازم إن احنا نساند النادي الأهلي كل المساندة، ونآزر اللاعبين، وإن شاء الله في مباراة المصري يصالحوا جمهور النادي الأهلي مصالحة اتأخرت طبعا، لأن كنا منتظرين هذه المصالحة في مباراة بيراميدز. النتيجة للأسف كانت هزيمة النادي الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر على العودة وهيعود للطريق الصحيح بجمهوره. الجمهور هو اللي هيرجع النادي الأهلي للمسار الصحيح بتاعه. إزاي؟ بالمساندة، مفيش غير كده دلوقتي. لازم نساند عشان إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يحقق بطولة الدوري هذا الموسم. طيب في نفس الإطار، بعض الأخبار اللي معانا النهاردة وهي خاصة بالفريق الأول لكرة القدم. خليني أقول لكم كواليس اجتماعات مجلس الإدارة، أو بالتحديد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بلاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، وطبعا الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكرة. في البداية كان الاجتماع الأولاني الساعة 2 ظهرا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر لاسارتي، استمر الاجتماع حوالي ساعة ونصف بالتحديد، وتم التطرق لكل الأسباب اللي أدت لهزيمة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. هتقولي طب هو بيجتمع ليه؟ طب هقول لك، ما هو لازم يجتمع مع الناس يعرف إيه الأسباب، يعرف ليه التراجع ده. سقف الطموح كان أعلى من كده، سقف طموح جمهور النادي الأهلي دايما عالي ملوش حدود. انت اي بطوله بتخشها جمهور الاهلي، اي واحد من مشجعي النادي الاهلي ما بيفكرش غير في انه يفوز بيها، واي حد من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ما بيفكروش غير ان هم يفوزوا بالبطوله دي. المركز الثاني اخفاق بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، فطبيعي كان بيحاول يعرف كابتن محمود الخطيب من كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتين لاسارتي كل الاسباب اللي ادت لهذا التراجع. اكيد اجتماع ليه نتائج مهمه جدا، حتى لو نتائج سريه ما بين الكابتن محمود الخطيب وكابتن سعد عبد الحفيظ ومستر لاسارتي. ده كان الاجتماع الاولاني. الاجتماع الثاني كان بالتحديد في تمام الساعه 4 عصر ما بين الكابتن محمود الخطيب وجميع لاعبي النادي الاهلي المتواجدين في مران اليوم، وكان الكلام على اهميه اثبات نفسكم لجمهور النادي الاهلي، اهميه ان انتوا تصالحوهم بالبطوله. احنا بقى مش بنتكلم في ماتش الجاي بقى المصري، ولا الماتش اللي بعده، ولا ماتش الزمالك الاخير حتى، لا، انت دلوقتي بتتكلم في اهميه ان انت تفوز باللقب. الحاجه الوحيده اللي تنقذ لاعبي النادي الاهلي كشكلهم يعني قدام الجماهير، هم اكيد لاعبين عندهم امكانيات وكلنا ثقه فيهم بشكل كبير جدا وبلا حدود، وهنفضل نساندهم بشكل مهم جدا. لكن الامل الوحيد بالنسبه لك هو بطوله الدوري. ده كان كلام كابتن محمود الخطيب، واكيد كان في استفسارات منه، ايه سبب التراجع اللي انتوا فيه ده؟ ليه يعني جمهور النادي الاهلي ما كانش منتظر الشكل ده؟ هيكون في ايضا امور عباره عن حوافز بالنسبه للاعبي النادي الاهلي عشان الفتره اللي جايه بالتحديد هتكون مهمة بالنسبة لهم، واعتقد ان هم مش محتاجين حوافز، لان هم في الحقيقة عارفين جدا ان هم مزعلين كل الجماهير الاهلوية، وعارفين جدا ان هم لازم يصالحوهم بلقب بطولة الدوري، ومتأكدين ان اللقب لسه في ايديهم. التكاتف من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الادارة وقبليهم الجمهور
هو اللي ان شاء الله باذن الله هيقود النادي الاهلي للفوز ببطوله الدوري. فبالتالي النهارده كمان كانت الساعه 4 الاجتماع ما بين كابتن محمود الخطيب و لعيبه النادي الاهلي، وكان في يعني زي وعد او مش عايز اقول وعد، بس كان في اصرار من لعيبه النادي الاهلي على تصحيح الصوره اللي ظهروا عليها خلال الفتره اللي فاتت، وده اللي طلبه الكابتن محمود الخطيب باهميه تصحيح هذه الصوره عند جمهور النادي الاهلي واللي منتظر دايما نتائج، وخصوصا في بعض التحديات الصعبه. بقى لنا فتره ما بنكسبش ماتش صعب، دي حقيقه، بس لازم اللاعبين نفسهم والجهاز الفني يحسن صورته بشكل افضل من كده، ده طلب اساسي ومفروغ منه، واحنا بالنادي بيه لازم تحسنوا صورتكم شويه، لازم ترجعوا النادي الاهلي للمسار الصحيح، والصوره دي هتتحسن لما تاخدوا بطوله الدوري باذن الله، تكون البدايه من مباراه المصري البورسعيدي. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله بالنسبه للنادي.